بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ومن جاء بالحسب السيئة فكبت وجوههم في النار. يعني يصيرون violemment poussés pour que leur visage soit précipité dans le feu et dans la fournaise. رد بالكم لا فورناز نوز اتوند ذا هيل فاير. ردوا بالكم يا ناس راكم غافلين وراكم لعب بكم الشيطان كما يريد. والعدو للإنس والجان هو الشيطان الرجيم الملعون. واليأس من الرحمن ولا يأس من روح الله للقوم الكافرون. هو كما تكون انت وراس القافلة بتاع الكفار هو كذلك عنده نصيبه في يكب وجهه الكالح القبيح هذا في النار كذلك. ولكن هو كما تقول انت يتعب من النيران اكثر من اتباعه. هذا عموما لانه كي تحدثوا بالمنطق اللي جر غيره على الاجرام هو اول من قضاء الله يعذبه اعلى تعذيب واشد تعذيب. نسال الله ان نعي القران وأن نداوم على تلاوته وتأمل فيما جاء فيه من أسرار الله سبحانه وتعالى. إذا كونوا من المجتهدين في الرجوع إلى القرآن في كل شؤونكم. واللي مش يتعلم القرآن واللي عنده خلق كريم واللي متسامح مع الناس أجمعين واصفع وقل سلام. أمة الإسلام هي الداعية الأولى للسلام. وإذا كان صهيوني ولا كنسي عموما حين يدعون غيرهم إلى السلام فهو باش يجبدوهم وبا كما تقول أنت يوظفوهم لأغراضهم الدنيئة أغراضهم اللي دائما مستورة ويحرصون على أن تبقى مستورة لكي لا يفتضح أمرهم. نعود نقول راه كبة وجوهكم إن واصلتم في خضوع لبني صهيون والخضوع للكنائس اللي هي مغرضة وهي تعد بحب الله. وفي الحقيقة اللي مش صدقة مش يكون نصيبه غضب الله. وعلى هنا نبشر اللي مازالت في يومك ذرة عقل يا ولدي يا ربي افتح الباب للناس كل من شاء فاليوم ومن شاء فليكفر. لا كراب الدين يو كونترانت اون ايمان اون كرويونس تي بو سويفر نيمبورت كال فوا اي تو سورا ريتريبيي سولون سو كو تا فوا ا كونتينو دو بيان او دو مال. والسلام على اهل الاسلام.